أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل المغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله، ساعة المباركة. الله يبارك فيك. ايش عندك بغازي اليوم؟ يعني عندي هذه المجلة أصدار خاص لنادي القادسية في فترة السبعينيات، يا قادسية يا مدرسة يا أم الفنون والهندسة. والهندسة صورة الكابتن رحمة الله عليه عبد الله عصفور، وأيضا لاعبين ألعاب القوة ولاعبين السلة فهم الخضرة، وأيضا لاعبين اليد والكابتن رحمة الله عليه فاروق إبراهيم، وأيضا السباحة لها دور. هذا يبين لك في تلك الفترة الإصدارات هذه الخاصة اللي تختص في الأندية ونشاطات الأندية والاتحادات، هذه إصدارات كانت لها قيمة في تلك الفترة لدرجة أن إحنا الآن نلجأ لها في بعض الأحيان للأرشيف. طبعا هذا المجلة في أصدرت في أكتوبر عام 1972. نعم. أنزل الإهداء إلى كل رياضي مخلص للرياضة نهدي هذا الكتيب. إعداد هذا الكتيب من إعداد وليد شرهان وأحمد الرهيماني، وتحت يقولون فهد أن بعد هذا الكتيب سيصدر كتيب عن نادي العربي ونادي الكويت وبقية الأندية إن شاء الله. شكرا لجريدة الرياضي، وشكرا جزيلا لرمزي عطيفة ومطبعة المقهوي. يعني هذه طبعا بالبداية أعضاء مجلس إدارة ونبذة عن القادسية في سطور سنة 71، هذول نجوم نادي القادسية. نقرأ أعضاء مجلس إدارة وفهد. توكل على الله. طبعا الشيخ فهد الأحمد الجابر رئيس مجلس إدارة، مقدم محمد أحمد الحمد نائب الرئيس والعضو المنتدب لكرة القدم، سيد راشد الخالدي سكرتير النادي، سيد عقوب صقر أمين الصندوق، سيد سليمان حقان مدير الداخلي والعضو المنتدب لألعاب القوة، سيد فريد العجيل مساعد أمين السر والعضو المنتدب للجمباز والتنس، بدر الشرهان العضو المنتدب للسباحة، سيد يوسف الشملان العضو المنتدب لكرة اليد، سيد محمد الفرحان العضو المنتدب للجنة الثقافية، سيد حامد الشلفان عضو المنتدب لكرة الطائرة، وسيد مطر سعيد عضو المنتدب لكرة السلة. والحقيقة هذه فريق نادي القادسية عام 1971، صورة جميلة أبو فهد لأعضاء الفريق نجوم نادي القادسية. نجوم نادي القادسية طبعا راح نمر عليهم ونقرأ أسماءهم. وتأسس طبعا نادي القادسية في عام 1960 بمنطقة حولي، واشترك في أول مجلس إدارة له السادة سليمان حمود الزيد ويوسف المنيس ونوري عبد السلام وجاسم برسلي وسامي المنيس وعبد العزيز الخطيب ومرزوق الخطيب وخالد الحمد محمد الحمد وأحمد غيث ويوسف الخرافي. وطبعا هناك نبذة عن الألعاب اللي كانت تمارس. هذه طبعا أعضاء الفريق، يعني هذا أعضاء الفريق اللي تبي نقراهم بسعر. إيه والله استقرأ الأسامي بس إن شاء الله. طبعا السيد محسن عبد المحسن الفارس مدير وهو مشرف كرة القدم ومدرب الفريق رون لوين، كذلك سيد عبد الله العصفور كابتن فريق كرة القدم، في طبعا فاروق إبراهيم رحمه الله عليه، وسيد محمد فهد المسعود وعثمان العصيمي ويوسف حبيب زيدان وسلطان يعقوب وآدم الحاج وعبد الله العوضي وحمد خالد وحمد وجاسم يعقوب، كان عمره طبعا هني صغير جاسم يعقوب. هذه طبعا صورة لأعضاء الفريق نجوم كلهم شاركوا بالمنتخب صدق. نعم اي ما شاء الله كان فريق قاسي. وكذلك نكمل في عندنا عبد الله سالم وعبد الكريم نصار وعبد الله محمد العيسى وفهد محمد العيسى ولافي بخيت وعبد الحميد حماد ملقب به شحته. نعم صحيح، هذا طبعا اللي موه حق دفاع البرازيل مع سانتوس اي وراح الكره بيتي جاسم اخذ الهدف فيها. طبعا اصدار خاص جميل جدا لنادي القادسية، وكان يتكلم عن الأنشطة وهذه اللي كنا احنا نتكلم عليه. طبعا سعود بوحمد كذلك نكمل، وحامد المشاري وحارس المرمى عبد الحميد الشطي. عندنا مشرف الفريق عبد الرحمن الصانع. نكمل يعني ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين مثل ما قال ابو غازي لا تبعدون، ان شاء الله فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا وإصدار خاص
موسم 72 لنادي القادسية، تكلم عن الأنشطة التي زاولها نادي القادسية وبعض البطولات التي حصلت. نعم طبعا في سيد عبد الرحمن الصانع مشرف كرة الطائرة، وكذلك نبيل قطب مدرب كرة الطائرة، وعندنا طبعا يوسف حمد الصانع كابتن فريق الطائرة، هذا طبعا كذلك نجوم يعني إداري وفريق ونجوم ولاعبين فريق كرة الطائرة بنادي القادسية. وطبعا هني يعني صورة جميلة فريق نادي القادسية لكرة القدم مع الشيخ صباح السالم والشيخ عبد الله اليابر والشيخ فهد الأحمد، حقيقة فعلا صورة جميلة. هذا معهم كأس الأمير. كأس الأمير. نعم. طبعا وهذه طبعا إحدى مباريات نادي القادسية لكرة الطائرة في الدوري. وعندنا طبعا كرة السلة خليفة الجويعد مشرف كرة السلة ومدرب الفريق راقان، وكذلك طبعا كابتن الفريق فهمي الخضرة. فهمي الخضرة شوف شلون كان صحيح. يعني فهمي الخضرة مدرب اي كان كابتن الفريق، وخليفة جويعد نعم ومدرب وبعض نعم. اللاعبين وهذا فريق كرة السلة بنادي القادسية، كرة السلة بنادي القادسية في تلك الفترة من ذاك الموسم نجوم يعني نعم يعني وهذا جمهور نادي القادسية الحقيقة، الصورة اللي بالنص وفوق طبعا صورة فريق كرة القدم أو كرة اليد عفوا بنادي القادسية، وصورة جماعية تحت يعني صور جميلة الحقيقة وتغطية جميلة. تغطية جميلة وهذه الجماهير الوفية لنادي القادسية وبعض اللاعبين ودخول نادي القادسية في إحدى البطولات وفي نادي القادسية. عندنا طبعا كذلك ألعاب القوة، في عندنا يونس عبد الله بطل الكويت في ألعاب القوة، وفوزي برحمة بطل الكويت في السباحة، ومحمود الغضبان بطل الكويت في السباحة. محمود رزوقي. محمود رزوقي. نعم صار طبعا أحد قيادي صحيح. واحد رجال نادي القادسية فيما بعد كان وقتها بالسباحة وبطل الكويت في السباحة وأيضا. هذه طبعا فريق كرة القدم مايو 72 نادي القادسية، أنا أتمنى طبعا إنك تقرأ الأسماء أبو فهد. اللاعبين اللي قدرنا نصيدهم بعد راح نذكرهم. بالصورة عبد الله السالم، أيضا بعد عبد الله العصفور رحمة الله عليه، لاف بخي كريم نصار، أيضا محمد المسعود، جاسم يعقوب تحت، فاروق إبراهيم رحمة الله عليه، عبد الله عيسى، فاروق إبراهيم، لاف بخي تعتقد، وسلطان يعقوب. صورة جميلة أعتقد أنها في ملعب نادي كاظمة إذا ما خاب الظن، لأن الملعب مزروع. هذا أعتقد نهائي كأس الأمير. الصورة هذه في موسم 72. مع الصورة الجميلة هذه وصلنا إلى التجوري أبو غازي. عندنا أبو فهد يعني هذه الصورة الجميلة اللي هي طبعا أحمد طلبولسي ينقذ كرة في إحدى مباريات التجريبية لنادي الكويت، ظهر طبعا يظهر كذلك سعد الحوطي عملاق الدفاع في بداية 70 عام 70-71. هذا موسم 70-71 نادي الكويت، وهذا أحمد طلبولسي. الأجواء كانت أجواء كروية، أجواء جميلة لمن عاصر ذلك الزمن الجميل. صورة تعطيك كل أبعاد يعني حتى المدرجات حتى البنايات اللي وراء أرضية الملعب، اللاعبين النجوم نفسهم. مع الصورة الجميلة هذه أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، تقبل تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، مع السلامة.